السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء 6 فيز 324. عنوان درسنا اليوم التوصيل الكهربائي في المواد الصلبة، ودائما نبدأ بقراءة أهداف الدرس. أهدافنا اليوم، الهدف الأول هو أن تصف حركة الإلكترون في الموصلات وأشباه الموصلات، والهدف الثاني هو أن تقارن بين أشباه الموصلات من النوع N وأشباه الموصلات من النوع B. نبدأ في البداية بالتذكير بنظرية مهمة، وهي نظرية الأحزمة للمواد الصلبة. تنص النظرية على أن هناك حزم تكافؤ وحزم توصيل منفصلتين بواسطة فجوات طاقة ممنوعة. في البداية، دائما إذا أردنا أن نكون مادة صلبة يجب تجميع ذرات مع بعضها، ولكن هذه الذرات تؤثر بمجال كهربائي. لاحظ معي، الذرات اللي موجودة عند تجميعها مع بعضها بتأثر بمجال كهربائي على الإلكترونات في مستويات الطاقة، لكن عند التأثير بهذا المجال لاحظنا أن مستويات الطاقة تتجزأ إلى مستويات طاقة متعددة ومتقاربة مع بعضها البعض، وتبدو منفصلة على شكل حزم تسمى حزم الطاقة. إذن لدينا نوعين من أنواع الحزم، حزم تكافؤ وحزم توصيل. حزم التكافؤ عزيزي الطالب هي حزم الطاقة ذات المستويات الطاقة الدنيا وتكون مملوءة بالإلكترونات، أما حزم التوصيل فهي حزم الطاقة ذات مستويات الطاقة العليا وتكون متاحة لانتقال الإلكترون من ذرة إلى ذرة أخرى. نلاحظ معا في الشريحة التالية، لاحظ معي بالنسبة لعنصر الكربون هناك حزمة تكافؤ مليئة بالإلكترونات وحزمة توصيل فارغة من الإلكترونات. عندما نريد أن ننقل إلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل نحتاج إلى طاقة كبيرة مقدارها 5.5 إلكترون فولت. لاحظ أن هذه الفجوة اللي موجودة مقدارها 5.5 إلكترون فولت تسمى الفجوات أو فجوات الطاقة، بينما بالنسبة إلى عنصر السيليكون تكون الفجوة أصغر، فنستطيع نقل إلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل بإعطاء الإلكترون طاقة بسيطة مقدارها 1.1 إلكترون فولت. إذن المواد الصلبة كلما كانت العناصر ذات فجوات طاقة أصغر، نلاحظ من السيليكون مثلا توصيله للطاقة أو للكهرباء يكون أفضل من توصيل الكربون لأن الفجوات تكون صغيرة، وبذلك نستطيع نقل الإلكترون بإعطاء طاقة بسيطة، طاقة سواء حرارية، وينتقل من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. إذن هناك سؤال مهم، علل تسمى الفجوات بمناطق الطاقة الممنوعة أو المحظورة. طبعا درسنا سابقا أن الإلكترونات تكون متواجدة دائما في مستويات الطاقة، ما تكون بين مستويين، يجب أن تكون في أحد مستويات الطاقة، لذلك سميت هذه الفجوة بالفجوة أو بالمناطق الممنوعة لأن الإلكترون لا يستطيع أن يكون موجود في هذه الفجوة لأنه يحتاج إلى مستويات طاقة، وهنا بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل لا يوجد مستويات طاقة متاحة للإلكترون. إذن الإلكترونات عند تعريضها إلى درجة حرارة، عند تعريض الإلكترونات، لاحظ معي عزيزي الطالب، عند تعريض الإلكترونات إلى درجة حرارة وهي النقطة المهمة هذه،
علاقة درجة الحرارة مع موصلية السيليكون عند تعريض الإلكترونات إلى درجة حرارة، كلما زادت درجة الحرارة سنلاحظ أن الإلكترون تتحول هذه الطاقة الحرارية اللي اكتسبها وهو موجود في حزمة التكافؤ إلى طاقة حركية، فينتقل إلى الحزمة الأخرى، فيتحرك الإلكترون وتكون الموصلية أكثر كلما أخذ أو اكتسب هذا الإلكترون طاقة. أيضا كلما كانت الفجوات صغيرة بنلاحظ أن الموصلية للكهرباء تكون أكثر، لأنه يستطيع أن ينتقل بسهولة بمجرد أخذ أي درجة حرارة بسيطة. وهذه أيضا نقطة نحطها في بالنا في أحد أسئلة العلل المهمة. لاحظوا معي أعزائي الطلاب هذا السؤال: علل تتسبب التغيرات الطفيفة، تغيرات بسيطة في درجات الحرارة لمادة الجرمانيوم في إحداث تغيرات كبيرة في الموصلية. مادة الجرمانيوم هي مادة الفجوة بينها بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل مقدارها 0.7، فهي فجوة صغيرة، لذلك عند إعطاء الإلكترون أي درجة حرارة صغيرة أو بسيطة على طول سيستطيع أن يتجاوز الفجوة وينتقل إلى اللي هو حزمة التوصيل. إذن درجة الحرارة تؤثر على الإلكترونات الموجودة في حزمة التكافؤ وتجعلها تتحرك بشكل أسرع، تحول هذه الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية وتنتقل من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل، وكلما كانت الفجوات صغيرة فإن الإلكترونات ستستطيع التحرك بسهولة والانتقال بسهولة من اللي هو حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. الآن لدينا ثلاث أنواع مهمة: أولاً الموصلات الكهربائية، اثنين بنتطرق إلى العوازل، وثلاثة أشباه الموصلات. نبدأ بالموصلات الكهربائية. لاحظ معي عزيز الطالب أن حزمة التكافؤ في الموصلات وحزمة التوصيل يكون الفراغ شبه منعدم، يكون أو تكون فجوة الطاقة صغيرة، لذلك المواد الموصلة مثل الألمنيوم والرصاص والنحاس يكون التوصيل الكهرباء بسهولة، تكون ذات كفاءة أكبر لتوصيل الكهرباء. إذن احنا اتفقنا سابقا أن كل ما كانت الفجوة صغيرة معناته أن بيكون عندي سهولة في انتقال الإلكترون من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل، وكل ما كان انتقال وتحرك الإلكترونات سهل معناته أن هناك توصيل كهرباء بشكل متكافئ. إذن الموصلات هي مواد تحتوي على فجوات صغيرة جدا ومستويات مملوءة بالإلكترونات. إذن هذه هي موصلات الكهربية. زين، في نقطة مهمة أخذناها سابقا في مادة فيزياء 4، وهي أن الإلكترونات الموجودة في الأسلاك تتحرك بشكل عشوائي، وعندما تتعرض هذه الإلكترونات أو يتعرض السلك إلى درجة حرارة كبيرة بنلاحظ أن يكون التوصيل أقل. ليش؟ لأن المقاومة تزداد. إذن ماذا يحدث في الأسلاك عند تعريضها لمجال ودرجة حرارة؟ أولاً عند تعريضها إلى مجال سنلاحظ أن الإلكترونات بتتسارع، أيضا عند تعريضها إلى درجة حرارة كبيرة بنلاحظ أن الإلكترونات تصطدم بالذرات فتقل الموصلية. إذن كلما زادت درجة حرارة السلك، النقطة المهمة عزيز الطالب، كلما زادت درجة حرارة السلك سنلاحظ أن الإلكترونات تزداد طاقتها الحركية، وبذلك تصطدم بالذرات فتقل الموصلية. إذن درجة الحرارة تؤثر بشكل عكسي على توصيل الكهرباء والإلكترونات
في الأسلاك، وهذه نقطة مهمة ونحطها في بالنا، وتسمى نموذج إلكترون غاز. زين، الإلكترونات المتحركة يمكن إيجاد عدد هذه الإلكترونات الحرة، وإحنا دائما في مواد الفيزياء لدينا عدد من المعادلات والقوانين المهمة اللي المفروض نفهمها ونعرف شلون نطبقها. طبعا عزيزي الطالب حط في بالك إن بعد هذه الشريحة بنطبق على القانون، فلازم يكون عندك قلم ويكون عندك أوراق وآلة حاسبة، بنعطيك الوقت المناسب للتفكير وحل السؤال. كيف يمكن إيجاد الإلكترونات الحرة في العنصر خلال مساحة معينة وحجم معين موجود؟ free electrons per سنتيمتر مكعب. إذن عدد الإلكترونات الحرة في السنتيمتر المكعب الواحد تساوي عدد الإلكترونات الحرة أو الموجودة في الذرة الواحدة، عدد الإلكترونات في الذرة مضروبة في عدد أفوغادرو، وهذا عدد أفوغادرو ثابت بيكون موجود عندك دائما في الأسئلة. دائما مين يعطيني السؤال يقول لي اعتبر أن عدد أفوغادرو هو الرقم الفلاني، بيعطيك إياه في الأسئلة. ضرب الكتلة الذرية واحد على الكتلة الذرية مضروبة في هذا الرو هو الكثافة. إذن دائما قبل ما أروح أطبق أي معادلة أو قانون فيزيائي لازم أعرف هذه الرموز إلى ماذا تشير. إذن أقدر أوجد عدد الإلكترونات الحرة من خلال تطبيق هذه المعادلة، وطبعا لازم أعرف كل رمز من هذه الرموز إلى شنو يشير. إذن أعزائي الطلبة، مثل ما اتفقنا دائما مقررات الفيزياء تحتوي على معادلات، ومعادلتنا هي كيف يمكن إيجاد الإلكترونات الحرة. دائما قبل أن نبدأ أي معادلة لازم نكون عارفين المعطيات اللي موجودة، مثل ما قلنا سابقا أن عدد الإلكترونات الحرة في السنتيمتر المكعب تساوي عدد الإلكترونات في الذرة، عدد الإلكترونات الحرة في الذرة مضروب في ثابت هو عدد أفوغادرو، وهذا الثابت دائما يكون موجود عندنا في الأسئلة ويعطينا إياه، ما يحتاج أن أنا أحفظه لأنه هو موجود أوريدي في الأسئلة. مضروب في واحد على الكتلة الذرية في الكثافة، طبعا الكثافة على الكتلة الذرية اللي هي واحد على الحجم. زين، تعالوا مع بعض نطبق ونحل سؤال على هذا القانون، ولكن قبل ما نحل السؤال أدعوك أن يكون عندك ورقة وقلم حق تختبر نفسك في إيجاد عدد الإلكترونات الحرة، ولكن قبل ما توجد حاول تستخرج المعطيات، سهل على نفسك ثم اتعوض في القانون. تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي موجود عندنا لإيجاد عدد الإلكترونات الحرة. السؤال ينص على ما عدد الإلكترونات الحرة في السنتيمتر المكعب من النحاس، علما أن كثافة النحاس 8.92 والكتلة الذرية 63.54، وأن كل ذرة تشارك بإلكترون واحد. أعطيكم أعزائي الطلاب 30 ثانية لاستخراج المعطيات ومحاولة الإجابة على هذا السؤال. زين، نشوف سؤالنا مع بعض ونشوف الإجابة ونقارن إجابتنا مع بعض. لاحظ وياي في البداية استخرجنا المعطيات مثل ما هي موجودة عندنا من السؤال،
الحجم طبعا موجود عندي الكثافة للنحاس، أيضا موجود الكتلة الذرية للنحاس، والثابت اللي قلنا أنه هو المفروض يعطينا إياه اللي هو عدد أفوغادرو يساوي 6.02 في 10^23 ذرة لكل مول. إذن قارن عزيز الطالب بين الإجابة اللي موجودة عندك والإجابة اللي توصلنا إليها من خلال التعويض. طبعا الـN اللي هو العدد الأفوغادرو موجود عندي 6.02 في 10^23 مضروب في 1 على الكتلة الذرية اللي عطانا إياها اللي هو 63.54 ضرب اللي هو الكثافة للنحاس وهي 8.96. ملاحظة أخيرة، إذا كان في السؤال نلاحظ أن آخر جملة في السؤال من جملة مهمة، قال لي أن كل ذرة تشارك بإلكترون، لذلك إحنا أخذنا 1 free electrons per 1 atom. أوكي؟ لكن لو قال في السؤال قال لي كل ذرة تشارك بإلكترونين، فالمفروض أستبدل هذا الرقم برقم 2 أو 3 أو 4، إذن بحسب السؤال أنا أعوض اللي هو عدد الإلكترونات الحرة في الذرة. إذن هذا تطبيق مهم لإيجاد عدد الإلكترونات الحرة في السنتيمتر المكعب. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي العوازل. ما هي العوازل؟ لاحظ معي عزيز الطالب أن هناك مسافة كبيرة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل، الفجوة مقدارها 5 إلكترون فولت. إذن يحتاج الإلكترون لكي ينتقل إلى حزمة التوصيل إلى طاقة مقدارها 5 إلكترون فولت، وإحنا اتفقنا أن كل ما كانت الطاقة كبيرة سيكون التوصيل أقل. ليش؟ لأن يحتاج الإلكترون إلى طاقة أكبر للانتقال والتحرك من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. إذن نلاحظ المواد العازلة أو العوازل هي مواد تحتوي على فجوات طاقة كبيرة وتكون فيها حزمة التكافؤ مملوءة بالإلكترونات ولكن حزمة التوصيل فارغة لأن الإلكترونات تحتاج إلى طاقة كبيرة للانتقال. وهذه نقطة مهمة، لو قال لي علل العوازل لا توصل التيار الكهربائي، شلون أقدر أجاوب على هذا السؤال؟ عن طريق المقارنة وعن طريق معرفة أن الفجوة مقدارها كبير فتحتاج إلى طاقة كبيرة الإلكترونات للانتقال إلى مستويات للانتقال إلى حزم التوصيل. أوكي؟ زين، خلصنا من المواد الموصلة والعوازل، المفروض ننتقل الآن إلى الموصلات أو أشباه الموصلات. لاحظ أشباه الموصلات أيضا هناك فجوة بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل ولكن الفجوة أقل من الفجوة اللي موجودة في العوازل. هناك كان عندي في العوازل 5 إلكترون فولت، هنا عندي 1 إلكترون فولت. إذن من خلال الرسم أقدر أوصل أن أشباه الموصلات هي مواد تحتوي على فجوات طاقة متوسطة وتحتوي حزمة التكافؤ على 4 إلكترونات يمكن أن تتحرك في بسهولة داخل اللي هو البلورة شبه الموصلة. زين، الإلكترونات اللي موجودة عندي بتنتقل من حزم التكافؤ إلى حزم التوصيل بتطبيق طاقة حرارية عليها عند تسخين الإلكترونات أو عند زيادة درجة الحرارة، بالإلكترونات بتتحول طاقتها إلى طاقة حركية وبتنتقل. ماذا يحدث عند تطبيق مجال كهربائي على أشباه الموصلات وزيادة الحرارة؟ عند تطبيق المجال سنلاحظ أن الإلكترونات اللي موجودة بتتحرك وأيضا عند زيادة درجة الحرارة بنلاحظ أن هي بتنتقل إلى حزمة التوصيل لأن درجة الحرارة بتتحول هذه الطاقة
في الإلكترونات إلى طاقة حركية وبتنتقل إلى الحزمة اللي بعدها اللي هي حزمة التوصيل. زين، أشباه الموصلات، لكي نجعل أشباه الموصلات أكثر كفاءة في توصيل الكهرباء يجب أن نضيف لها ذرات مانحة ومستقبلة للإلكترونات، وفي هالحالة تسمى أشباه الموصلات المعالجة. زين، عندنا نوعين مهمين من أشباه الموصلات. النوع الأول هو أشباه الموصلات من النوع السالب، والنوع الثاني هو أشباه الموصلات من النوع الموجب. تعالوا مع بعض نقارن بين النوعين ونشوف شلون الرسم بين هذين النوعين. أولاً، أشباه الموصلات من النوع السالب ستكون معالجة بذرات عنصر خماسي التكافؤ مثل الزرنيخ، بينما أشباه الموصلات من النوع الموجب ستكون معالجة بعنصر ثلاثي التكافؤ مثل الجاليوم. أشباه الموصلات من النوع السالب ستكون مانحة للإلكترونات، بينما أشباه الموصلات من النوع الموجب ستكون مستقبلة للإلكترونات. أيضا بالنسبة للروابط، نلاحظ أن أشباه الموصلات من النوع السالب تترابط أربع إلكترونات تكافؤ من ذرة الزرنيخ مع أربع ذرات سيليكون، بينما ترتبط في النوع الموجب ثلاث إلكترونات مع ثلاث ذرات للسيليكون، ثلاث ذرات من الجاليوم مع ثلاث ذرات للسيليكون. تعالوا مع بعض قبل ما أروح إلى النقطة الثانية، نلاحظ من الرسم أن الزرنيخ وهو في هذه الرسمة من أشباه الموصلات من النوع السالب يرتبط معه أربع ذرات من السيليكون، أربع ذرات، بينما اللي هو الجاليوم يرتبط معه ثلاث ذرات. ونلاحظ أيضا أن هناك إلكترون حر في النوع السالب وهناك فجوة في النوع الموجب، لذلك دائما تكون حركة الإلكترونات سواء الإلكترون الحر اللي موجود في أشباه الموصلات من النوع السالب أو هذه الفجوة اللي ممكن ينتقل إليها إلكترون في أشباه الموصلات من النوع الموجب. إذن من الذي يحمل الشحنة؟ هي الإلكترونات الحرة في أشباه الموصلات السالبة، والذي يحمل الشحنة هي الفجوات الموجبة، هذا بالنسبة إلى أشباه الموصلات الموجبة. وكلما زاد عدد الإلكترونات ستزداد توصيلية هذه المادة، الإلكترونات طبعا الحرة، إذا تزداد توصيلية المادة بتوافر عدد أكبر من الإلكترونات الحرة المانحة. وبالنسبة طبعا إلى أشباه الموصلات من النوع الموجب ستزداد التوصيل بتوافر عدد أكبر، ولكن من شنو؟ الفجوات اللي تستقبل هذه الإلكترونات، مثل ما لاحظنا في اللي هو الرسمة أن هناك فجوة زائدة حرة وفيها حالة النوع السالب هناك إلكترونات زائدة حرة. زين، شنو أمثلة على أشباه الموصلات؟ عندنا تطبيقات. التطبيق الأول هو المجسات الحرارية، وهي أحد التطبيقات على أشباه الموصلات. مثل ما نلاحظ من الصورة، أشباه الموصلات اللي هو المجسات الحرارية تعتمد مقاومتها على درجة الحرارة، فكلما زادت درجة الحرارة كلما سمحت بوصول المزيد من الإلكترونات إلى حزمة التوصيل. مثل ما ذكرنا سابقا أن كل ما أعطينا درجة حرارة أكبر للإلكترونات في حزمة التكافؤ بتنتقل إلى حزمة التوصيل. زين، هذه المجسات الحرارية في شنو تستخدم؟ لاحظ تستخدم في الكشف عن تغيرات درجة الحرارة، تستخدم كمقياس حساس لدرجة الحرارة، تستخدم كاشف للموجات الراديوية والأشعة تحت الحمراء، وأيضا أشكال أخرى للأشعة.
إذن هناك استخدامات أو تطبيقات في الحياة العملية لهذه المجسات الحرارية التي تعد أجهزة شبه موصلة. أيضا هناك تطبيق ثاني وهي مقاييس الضوء. مقاييس الضوء أيضا هي أجهزة شبه موصلة وتعتمد مقاومتها على شدة الضوء. إذا زادت الإضاءة يعني زادت الفوتونات التي تسقط على هذه المقاييس أو على الإلكترونات، بنلاحظ أنها تعمل على إثارة الإلكترونات لتنتقل من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل. إذن كل ما زادت الإضاءة بنلاحظ أن التوصيل يزداد. أيضا هناك أمثلة عملية لاستخدام المقاييس الضوئية. عندنا مثالين مهمين. أول مثال مقاييس الضوء يستخدمها مهندسو الإضاءة، من اسمها الإضاءة، في إنارة المحال التجارية والمكاتب والمنازل. أيضا بما أن احنا نتكلم عن الضوء فبنتكلم عن مصوري الفوتوغراف، يستخدمها مصور الفوتوغراف لتعديل آلات التصوير لالتقاط أفضل صور. إذن هذا تطبيقين في الحياة العملية لمثال على أشباه الموصلات اللي هي مقاييس الضوء. وفي نهاية درسنا اليوم أتمنى عزيزي الطالب تكون استفدت من هذا الدرس وتحاول تطبق على الأسئلة اللي حليناها أكثر، وأتمنى لك التوفيق والنجاح.